احنا في رشيد وجينا للحاج يسري. احنا قبل ما نيجي قلنا على صفحات التواصل الاجتماعي احنا جايين رشيد. فسيدة فاضلة بعتت قالت لنا لازم تقابلوا جوزي، صح؟ حصل مظبوط. ايه بقى الحكايه دي؟ مظبوط. اه فهي ازاي حصلت الحكايه دي؟ والله هي طبعا لما شفنا قالت يعني التواصل، فطبعا يعني بالنسبه لنا فقلنا يعني ايه نكسب ثقه الاستاذ محمود ان هو يجي يشوف الصناعه ويشوف مجال العمل اللي هنا في رشيد، اللي هي رشيد تعتبر مشهوره عليه. فطبعا بالنسبه لنا يعني ايه مهنه كويسه، بس هي زي ما تقول مهمل حقها شويه. انا عايزك بس تشوف العمل وعايز اتشرف بحضرتك. لا ما سيبك مني، انا خليك دلوقتي في ناس بتشوفنا. عايز توصل لهم ايه للناس؟ انا عايز اوصل لهم مجال الصناعه في رشيد، اللي هي ايه رشيد مشهوره عن صناعه المراكب، ازاي ان احنا بنصنع المراكب دي، لان احنا دلوقتي في شغل كتير قوي بيروح مننا بسبب ان هو طبعا ايه الناس مش عارفه هنا يعني ايه رشيد. رشيد نفس مشكله دمياط وراس البر. يعني ايه برضو يعني ايه البلد هنا بعيده شويه، فاحنا عايزين نوري لهم ان احنا في هنا بنصنع كويس، وعندنا هنا ناس برضو ملتزمين وناس بتعمل عمل كويس، لان البلد هنا مشهوره بصناعه المراكب وصناعه الجريد. يمكن صناعه الجريد اللي هي الاقفاص الجريد والحاجات دي انقرضت. انقرضت لان الناس الكبار اللي فيها يعني ايه خلاص انتهوا. روحت انا قابلت محمد وخميس و ايوه مظبوط كان قبل كده في اللقاء. طيب المراكب دي ايوه انتوا اللي عاملينها؟ المركب ده مش انا اللي عامله، هو ده طالع للصناعه يعني طالع للصيانه. يعني طالع صيانه بس هو مركب صيد. مركب صيد بيشتغل شغل اللي ايه بيجيب اللي هو السمك اللي هي السردين والسمك اللي هي السمك بيجيب الرفاعي. انواع معينه لان هو ده شغال شنشله. شنشله. طب وايه ده؟ ده شغال ده مركب سياحه. ده انتوا بتعملوه؟ ده بنصنعه. ده في اوض بقى؟ ايوه طبعا. بيبقى في كباين، لان فيه دلوقتي ده شغال في السياحه، ده بيروح يعني شرم الشيخ، بيروح الغردقه. ده يعتبر زي يخت. ما هو يخت. هو يخت. ده انتوا بتصنعوه من اوله خالص؟ من البدايه. يعني ده بقاله قد ايه بتشتغلوا فيه؟ بقالنا فيهم دلوقتي دول داخل في سنه. الاثنين مع بعض. دول زبون واحد. وايه اللي مأخركم كده؟ والله اللي مأخرنا هنا لان الامكانيات هنا ضعيفه شويه. من ناحيه يعني ايه الكهرباء بتعطلنا، لان الكهرباء معانا ضعيفه. غير كده كمان بترجع للممول نفسه اللي هو كان الراجل اللي هو ايه صاحب المركب. صاحب المركب ده بيمولنا بالبضاعه واحنا علينا التصنيع. فطبعا مفيش بقى التزامات ولا حاجه، لما يجي له فلوس يجيب لك زي بالظبط بيجيب لنا. بالظبط لما بيجي له فلوس بيجيب لنا الخامه واحنا بنشتغل. لما هو ممكن بيركن شويه وظروفه بتتعب شويه بنشوف غيره، بنبدا نتحرك في غيره عشان برضو العمل يفضل ماشي، عشان لو عندك عمال او عندك بتاع تفضل يعني تفضل العمليه ماشيه. طب هو الحاله عندكم ايه؟ احنا كناس لحمه اللي هي اسره لحمه في التصنيع الحمد لله سمعتنا معاها. اسره لحمه؟ لحم يعني ولا ايه؟ لا هي يعني اسمكم كده؟ لا اسمنا لحمه. اسم لحمه. لان احنا دلوقتي وارثين المهنه دي ابا عن جد. مهنه صناعه السفن دي ابا عن جد، ودي صنعه سيدنا نوح. فطبعا بالنسبه لنا يعني هي لها قيمه كبيره قوي، فعشان كده يعني ايه احنا تورثناها ونورثها لعيالنا ان شاء الله. فدي بقى يعني احنا بالنسبه لنا دلوقتي ايه عايزين الناس تعرفنا، عايزين يبقى لنا مجال ممكن يبقى يكون بره البلد. قصدك البلد والبتاع والجهزه كده؟ ايوه. تقول روحوا رشيد اعملوا مراكب. بالظبط. طب هل انت عندك اي حاجه في رشيد من حاجات ادوات المراكب؟ يعني عندك مثلا نوع خشب، عندك نوع حديد؟ لا رشيد نفسها ما فيهاش. رشيد يعني بجيب من بره البلد، يعني اي يعني حد بيجيب الخامه مثلا في كفر الشيخ. مثلا اسكندريه فيه. ايوه بجيب من اسكندريه، بجيب من القاهره، بجيب من اليوب، بجيب كده يعني ايه بتبقى يعني. وعندك هنا حرفيين في الصنعه؟ في الصناعه كويسين. طبعا في حرفيين موجودين هنا في الصناعه محترمين، وفي صناعه المراكب بالذات، لان رشيد تعتبر فيها كم عدد كبير من العماله اللي هي بتشتغل في المراكب. طب قول لي بقى، تعالى نطلع على المركب ديت، نطلع السلم العجيب ده اللي ان شاء الله هيتزحلق بيه. لا لا ما يتزحلقش ان شاء الله. ها انت تطلع الاول. اطلع. معلش ماشي نطلع. معلش بس كوبايه هيقع بينا السلم ده. لا 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 مش هيقع. لا بس ما فيش ركب يا حاج يسري. Thank you.
يسري. قول لي بقى يا حاج يسري. اهلا. مركب زي دي بتتعمل جديد. اه مظبوط؟ تمام. بقالهم قد ايه بيشتغلوا فيها دي؟ بقالنا يعني للتصنيع كلي يعني من اول ما بدانا نشتغلوا فيها بالظبط كده يعني سنه ونص. سنه ونص. اه. دي مكلفه كام لغايه دلوقتي؟ تعرف المعدات بتاعتها دي؟ تقريبا يعني بالتقريب مش هنشتريها يعني ما تخافش. لا بالتقريبا ما اقدرش احددها لان هو صاحب المركب هو اللي بيقوم بالخامه. انا بقوم بتصنيع. بس بقالكوا سنه ونص بتشتغل فيها. اه سنه ونص بنشتغل فيها غير ان هي قعدت فتره لما الحديد تغير اسعاره مع ارتفاع العمله فالموضوع حصل فيه هنا ايه يعني وقت طويل اتهملت يعني. طب لما يجي صاحب المركب يركنها كده زي المركب دي مثلا كده. اه ده هيكل مركب. ده هيكل ده لسه بيتصنع جديد. وصاحب المركب اداك فلوس عملنا ديت. اه وركن هو ما جالوش فلوس. اه تقعد انت. بالظبط. بشوف انا شغلي في غيره يعني ما ده دليل على ان ايه انا عندي مثلا ايه كام شغل انا. طب هو بيدفع ارضيه على لجنه الارض دي؟ ما بيدفعش طبعا ما فيش هنا ارضيات في الكلام ده. لا لا ما فيش يعني يركنها سنه كده ممكن يركنها سنه. طب ما ده مركون بقاله اربع سنين خالص زي ما هو كده. ده كده بقاله اربع سنين بالظبط. وصاحبه ما جاش خد. وصاحبه ما جاش خد. المنطقه دي تبعكم بتاعتكم يعني؟ المنطقه دي بتاعتنا. اه يعني تعتبر الورشه الثانيه دي اللي جنبي دي بتاعت اخويا. دي جنبي بتاعت اخويا. لحمه برضو كله. لحمه برضو. واللي جنبهم في الناحيه الثانيه اللي بعدهم برضو لحمه. اه برضو يعني المنطقه أخوية. دي كلها انتوا واخدينها. المنطقه دي ملككم. المنطقه دي بتاعتنا. دي طرح نهر مش كده؟ دي طرح نهر. الارض طرح نهر بس فيها جزء. دي عماله تتاكل. فيها جزء ملك. فيها جزء ملك. فيها جزء ملك يم الطريق. اه اللي هو مش طرح. اللي هو مش طرح. انما ده شويه منه طرح. اما ده طرح نيل فطبعا مصلحه ملوش الاملاك. ملوش قياس. ملوش قياس. لا مصلحه الاملاك يعني بيتحصل مننا ايه املاك اميريه كل سنه. اه عشان يعني الارض بتتغير. ان شاء الله صحتها بتتغير. اه بالظبط. انت عندك كم سنه يا حاج يوسف؟ انا عندي 52 سنه. 52 سنه. يعني شغال بقالك قول 35 سنه. واكثر. عشان بقى وانت صغير. انا شغال من وانا عندي ست سنين. بتشتغل هنا؟ انت بتشتغل هنا؟ لا يسري بيتعلم. يسري بيتعلم. اه يسري. يسري مسمي ابني يسري. هو اسمه يسري. مش هتشغله الشغلانه؟ اكيد طبعا هيبقى له مجال فيها. اكيد لان هي احنا بنورثوها لاولادنا. اه طبعا شغلانه. اه طبعا. اه بنورثوها لاولادنا. طيب في 30 سنه حاج يسري في اي فتره كانت المسائل مزدهره؟ المسائل المزدهرة كانت تعتبر في يعني تعتبر في التسعينات. التسعينات. آه. تعتبر كانت المهنة يعني ايه ظاهرة قوي وكان لها يعني ايه ربحها افضل واحسن من دلوقتي. دلوقتي بقى العمالة زايدة وقت اللي متغير فيه الظروف. الايد العاملة كتير. اه الايد العاملة كتير وكمان وكمان غير كده يعني التغيير الاسعار اللي بيحصل ده يعني ايه بيضيع يعني ايه حقاتنا لان حتى الكهرباء هنا يعني طبعا ايه ضغط علينا ولذلك ان بالنهار بتبقى ايه يعني بتتقطع كتير الكهرباء. مش بتتقطع الكهرباء هنا ضعيفه جدا. اه مش عطيانه الايه مش عطيانه. اه الفولت بتاعها بينزل بحيث ان انا مش هقدر اشغل العماله بالنهار فبضطر ان انا اشغل ورديه ليل عشان الكهرباء. آه عندي هنا بتقوى بالليل شويه. أيوة. فبضطر ان انا اشغل ورديه الليل عشان خاطر ايه تنتج. آه معايا بالنسبه للحاجة. ودي مركب صيد برضو؟ لا دي مركب خدمات برضو. خدمة بترولية. خدمات بترولية. اه خدمة بترولية. اه دي مركب صيد؟ دي مركب صيد. اه كويس. دي بتصطاد اي نوع سمك؟ دي بتصطاد اللي هو البربون والمرجان اللي هو اي سمك جر. دي اسمها مركب جر. البربون والمرجان سمك جر؟ اه دي يعني اسمها مركب جر يعني ده يرمي غزله ويجر ورا منه قيمة ساحتين ثلاثة ويطلع. آه الغزل. المركب ده يقعد له 30 40 سنة في المية. كعمره؟ اه اه لو هو في صيانة في حدود 20 25 سنة لو هو بيتصين كويس. ويخرج كل يوم؟ اه لا المركب اللي زي يعني يخرج يغيب في البحر 20 30 يوم. المركب ده بياخد تسريح ب 20 يوم في البحر. المركب الجر بالذات بياخد تسريح ب 20 يوم في البحر. يطلع مكانته دايره ال 20 يوم. يرجع بخير بقى كويس؟ بيرجع طبعا كويس ربنا رزقه بخير. بس هو هنا طبعا عندنا هنا البحر الابيض. اه السمك فيه قل. ليه بقى؟ يعني ايه ليه السمك هنا الارض بتاعته بدات السمكه فيها تقل شويه فبداوا ان هم يتجهوا مثلا ايه يغرب شويه ناحيه ايه بعد ما تروح. يبدا يعني ايه يطلع يخش في الغويط شويه. يبدا كده فبدا ايه ال 20 يوم اللي هو بياخدهم المركب عليه استهلاك وهلك طبعا وقود وعليه كده. مع غلى السولار في وقت ضايع كتير بيخبط مشاوير. اه ما ممكن ياخد ايه خمس ست ايام سفر. مفيش فيهم صيد. ما فيهمش صيد وعايز زيهم وهو راجع وبيشتغل مثلا 3 4 ايام.
ما تسويش قوي، ما توزيش. بالنسبه له عشان ايه؟ لازم يخش قبل التسريح بتاعه. لا ده معنى كده، معنى كده يا حاج يوسف ان الصناعه دي في خطر. اه طبعا صناعه الصيد اللي انت بتقوله ده كله يخوف. اه طبعا، يعني ما فيش تقنين للمكان. كلكم كده؟ كلنا خط البحر كله، جميع الورش. عندكم ورش كتير؟ احنا بالنسبه لنا عندنا رشيد. مثلا اربع ورش. رشيد فيها 23 ورشه. 23 ورشه؟ 23 بالشكل ده بنفس النظام. في اللي على اصغر شويه، وفي اللي نفس الحجم، وفي اللي على اكبر. طيب يا عم يسري، ازيك يا يسري؟ اسمك يسري يسري؟ اه. وبعدين قول الاسم التالي. يسري يسري. لا احمد. آه كمل. يسري يسري حسن محمد لحم. شكرني يا عم يسري، نورتنا. شكرا. هننزل ازاي بقى؟ هننزل زي ما طلعنا ان شاء الله.